فندم معلش مش ده مصلحي اللي حضرتك طلعت عليه، مصلحي في الشغل سيد الكل والله، ده كان حابب يخدم يعني. مصلحي ده ساب فاكهه الدنيا كلها ومسك في الكنتالوب يا اخي. طب ما هو سعادتك الكنتالوب ده فاكهه استوائيه جميله ولذيذه وطعمه وحاجه جميله جدا. ما انت عاش فانت بتاعنا روعه. دوق كده سيادتك. حلوه ودي عملت منها كام ازازه دي؟ 300,000 بس. ولو ما بعتش نبقى نلبسها لمصلحي ونرفده. انزلوا بيهم نرفده. يبقى مش هنلاقي ياكل ولا يشرب. انقذ مصلحي واشرب فانتلو. يبرمنا حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الحب. ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو الراديو معايا؟ أيوة ستي راديو معاك، كلميني عن الحب. الحب ده ليكم تشبعوا بيه، أنا اللي يخصني مصلحي جوزي. مصلحي اللي شغال في شركة فانتا بتاع الكنتالوب. وماله الكنتالوب دلوقتي بقى كوخة؟ الراجل كان حابب يخدم عمل لهم مشروب كنتالوب، ودلوقتي بيقولوا له هنرفدك لو ما بعتش. وجلاوة بنتك يا أستاذ ممدوح تقول للناس يشتروا فانتا الكنتالوب اللي هي فانتالوب. اللي كان حابب يخدم ما يترفدش، يلا كلنا نشتري فانتالوب ونقف مع مصلحي. انقذ مصلحي واشرب فانتلو جديد من فانتا.